قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستقرر بشأن مخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وستحسم توقيت وآليات تنفيذ ذلك. وتهرب بومبيو من الجواب على سؤال حول رد الولايات المتحدة في حال نفذت إسرائيل ضم أراضي فلسطينية دون تنفيذ أجزاء أخرى من الاتفاقية، وأشار إلى أنه تم تقديم الرؤية الأمريكية المدروسة والعملية للفلسطينيين وهي أساس للاستمرار على حد قوله. هذا وحذر وزير الخارجية الأمريكي من التقارب الصيني الإسرائيلي، وطالب الحكومة بوقف استثمارات بكين في البلاد، وأوضح لوسائل إعلام إسرائيلية أن بلاده لا تريد هيمنة وسيطرة للحزب الشيوعي الصيني على مشاريع البنى التحتية الإسرائيلية.